يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي المضيقة؟ محل خلاف بين العلماء، من رأى أن ذوات الأسباب تؤدى عند وجود أسبابها قال تفعل، ومن رأى الاستدلال بالنهي عن الصلاة في أوقات النهي، هذا يعم تحية المسجد وغيره، رأى أنه لا يصلى، والمسألة واسعة، من صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه، وكل الأصل تحية المسجد سنة، ليست فريضة ولا واجب، ما هي سنة. نعم.